يعني حركة طالبان أظهرت كما نقول العين الحمراء لهؤلاء الخارجين على القانون، وبالفعل أتت بنتائج على أرض الواقع. نعم، يعني حتى في جمركات عندما نتحدث، فواحد من طالبان قال أنا، وهو حكى لي يعني عندما كان يتحدث عن جدية هذا الأمر، يعني كانوا لا يتركون ولا قليلا ولا صغيرا إلا كانوا يأخذون الضرائب في جمركات. يعني حتى واحد أخذ بضائع قليلة وكان يريد أن يدخلها إلى أفغانستان، والمسؤول جمرك صديقه لم يسمح له، قال لابد أن تدفع الضريبة ثم تستطيع أن تذهب بهذه يعني صحيح أنه كان ما يعرف أن هذه الأموال كذلك عليها الضرائب. وعلى كل حال يعني هناك لا يتركون حتى يعني أفغانية واحدة، أو يعني اسم عملتنا أفغاني. عندما نتحدث عن أفغاني مستيدا فلا يتركون، يعني هناك الجدية في بعض الأمور، وكذلك يعني هناك بعض المشاكل في الحكومة ما زالت جديدة، وهناك بعض القناعات في بعض العقول، حتى الطالبان في داخلهم يعني نوعا ما يشتكون من هؤلاء ومن تصرفات عناصرها في بعض الأمور، يعني يتصرفون بدون أن ينظروا إلى القانون وإلى من هو أعلى منهم فيتصرفون على كيفهم، فمثل هذه المشاكل موجودة.